حياكم الله أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي، هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة. وسنشاهد بحلقتنا لهذا اليوم أبرز المهام والنشاطات التي تقوم بها الوزارة، والبداية أكيد من العناوين. وزير البيئة يتسلم مهامه الرسمية في مقر الوزارة. البيئة تؤكد أهمية الدعم النيابي للمبادرة الوطنية للطاقة والمياه والمناخ. مشاركة وزارة البيئة في مهرجان لقاء الأشقاء 19 للهوايات. ونشاهد في حلقتنا لهذا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات. تسلم المهندس نزار أميدي منصب وزير البيئة خلف السيد صالح الحسناوي وزير الصحة الذي كان قد كلف بإدارة وزارة البيئة، وهو استكمالا لتشكيلة حكومة السيد محمد الشيع السوداني الذي نال ثقة البرلمان في 27 من أكتوبر الماضي بواقع 21 وزارة من أصل 23. وزير البيئة نزار أميدي خلال اجتماعه مع الإدارات العليا في الوزارة أكد أن الحكومة مهتمة وعازمة على إيجاد معالجات آنية ومستقبلية للواقع البيئي وأهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالواقع البيئي في العراق في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البيئة العراقية جراء التغييرات المناخية التي يشهدها العراق والعالم. التصحر، تحول الأرض الخصبة الصالحة للزراعة والعيش إلى أرض جافة وقاحلة، ويسبب خسارة لا رجعة فيها للموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأراضي. أضرار التصحر أهمها: أولاً، عقم التربة، حيث تفقد المغذيات الثمينة بها كما يتراكم بها الأملاح، مما يجعل التربة عديمة الفائدة للزراعة ولا يمكن لمياه الأمطار اختراقها. ثانياً، تضرر الغطاء النباتي، يقلل التصحر من قدرة الأرض على دعم الحياة النباتية، حيث تفقد جذور النباتات المياه المختزنة بها، مما يفقدها القدرة على الاستمرار في البقاء. ثانياً، تضرر الغطاء النباتي، يقلل التصحر من قدرة الأرض على دعم الحياة النباتية، حيث تفقد جذور النباتات المياه المختزنة بها، مما يفقدها القدرة على الاستمرار في البقاء. ثالثاً، تآكل التربة وانجرافها، يؤدي انخفاض الغطاء النباتي إلى انجراف التربة من مكانها لعدم وجود نباتات لتثبيتها، ويعد تآكل التربة هو الخطوة النهائية التي تغلق حلقة التدهور المستمر للتربة. رابعاً، حدوث الكوارث الطبيعية، حيث تكون الأرض عرضة أكثر للفيضانات والعواصف الرملية والتلوث في المناطق ذات التربة شديدة التدهور. خامساً، تلوث المياه، النباتات تلعب دوراً مهماً في تنظيف مصادر المياه، حيث تعد النباتات المرشح الطبيعي للمياه العذبة، ودونها يحصل التلوث. سادساً، المجاعة والفقر والجوع، بسبب ظروف الجفاف وفقدان الأراضي المنتجة يجد السكان المحليون أنفسهم يعانون من المجاعة والفقر، فضلاً عن تجويع المواشي وخسارة الكثير منها. سابعاً، الهجرة الجماعية، إن أحداث التصحر هي المحرك الرئيس لهجرة أعداد كبيرة من البشر عبر التاريخ. ثامناً، التعرض لخطر الانقراض، قد تنقرض الكثير من الكائنات التي كانت تعيش في بيئة خصبة ومنتجة بسبب تغير النظام البيئي بعد الإصابة بالتصحر. تاسعاً، انتشار الأمراض المعدية،
بسبب الهجرة السكانية واختلاط السكان ببعضها وانتشار الأمراض التنفسية وغيرها من الأمراض المعدية. أسباب التصحر: أولاً الرعي الجائر، ثانياً فقدان الغطاء النباتي، ثالثاً إزالة الغابات، رابعاً تقنية الزراعة غير المستدامة، خامساً الاكتظاظ السكاني، سادساً تغير المناخ، سابعاً الجفاف. الملف البيئي وأهميته في برامج عمل الحكومة الاتحادية ومواجهة التحديات البيئية، هذا ما طالبت به وزارة البيئة خلال انعقاد ندوة الدعم النيابي للمبادرة الوطنية للطاقة والمياه والمناخ، والتي عقدت أكيد برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي وبالتعاون مع دائرة البحوث والدراسات النيابية. تفاصيل كثيرة سنتابعها في سياق التقرير الآتي الذي عده لنا الزميل نمير علي الحسون. لا يمكن لأبي الجنوب أن يقبل زوال هذه النعمة الربانية، ولا يمكن. التغيرات المناخية وتأثيرها على الوضع الحياتي والاقتصاد في العراق، بات الجميع يدرك أن عليه مسؤولية وطنية ومهنية للإسهام لوضع وتنفيذ المعالجات لهذا الخطر الذي بات يهدد الحاضرة والأجيال. كل هذه المشاكل والتحديات تستدعي منا وقفة جدية وحقيقية. نحن في مجلس النواب لن ندخر جهدا في دعم المبادرة الوطنية لما تمثله من أهمية في مواجهة التحديات الصعبة في هذه المجال. النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أخذ على عاتقه تبني هذا الملف، مبتدئا مشواره بندوة نقاشية استضاف فيها رئيس وأعضاء فريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة، كما شارك فيها رئيس وأعضاء لجنة الصحة والبيئة وممثلي باقي لجان البرلمان. قدمنا اليوم مشروع مهم جدا، وهو مشروع جديد للطاقات المتجددة. العالم اليوم دولة النائب متجه نحو تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر للاقتصاد وكمصدر للطاقة. هدف العراق الآن وهدفنا الحقيقي هو تعدد مصادر الاقتصاد أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر المستدام. نحتاج إلى تشريع قوانين بخصوص التأثيرات المناخية اللي تأتي من دول المنطقة، وكذلك مثلا سنتابع معالجة التلوثات التي تحصل داخل البلد، وخصوصا معالجة تلوثات المصانع والمعامل وانبعاث الغازات. تم طرح الكثير من النقاط وتم تشخيص كثير من المشاكل ووضع كثير من الحلول، لكن الحقيقة السؤال يبقى: هل سنشهد مبادرة حقيقية من الحكومة العراقية حتى يدعمها مجلس النواب من أجل وضع حلول حقيقية؟ الحاضرون طالبوا وزارة البيئة تنفيذ جهد توعوي وإعلامي كبير يستهدف الجهات الحكومية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني، وأهمية دعم دائرة التوعية والإعلام وفريق المبادرة الوطنية في تنفيذ الخطط المطلوبة وترسيخ مفاهيم ترشيد الطاقة وتعظيم الموارد الطبيعية وأسس الاقتصاد الأخضر المستدام. نحن سعيدين بهذه الاستضافة في مجلس النواب برعاية السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء، وأيضا سعيدين بمعية السيد وكيل وزارة الشؤون وكيل وزارة البيئة لعرض ماهية المبادرة الوطنية لدعم الطاقة، لعرض خطة وزارة الكهرباء، لعرض مكافحة جملة من الظواهر اللي هي التصحر، الشح المائي، بالتالي الجفاف، الحد من البصمة الكربونية، التلوث البيئي، ترشيد استهلاك الطاقة. جملة هذه المواضيع اليوم عرضت على عناية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعرضت على السادة النواب، ووجدنا تعاون وتعاطف كبير، وجدنا اهتمام عالي من قبل المؤسسة التشريعية. أقولها للأسف الشديد أنه العالم يخطو خطوات متسارعة في هذا الجانب، لكن العراق مع أنه مؤشر عليه من ضمن الدول التي تعاني من التلوث البيئي وتأثيره على المناخ، في العام الماضي تم إقرار من قبل مجلس الوزراء لإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية ضمن خطة الطاقات المتجددة، وتم توقيع عقود مهمة مع شركات عالمية رصينة كشركة توتال الفرنسية وشركة مصدر الإماراتية وتحالف سكاتك النرويجي،
بحدود أكثر من 4000 ميجا واط، لكن للأسف الشديد إلى الآن لم ترى هذه المشاريع النور. سعي السلطة الرقابية والتشريعية المتمثلة بمجلس النواب مشاركة الوزارات المعنية في الحكومة لبحث الحلول المطلوبة لمواجهة التصحر والتغيرات المناخية تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الوزارات وقطاعات المجتمع لتنفيذ التزاماتها بخطة التكيف الوطنية المعنية بإيجاد تلك الحلول خلال فترة قياسية. من داخل مجلس النواب، نمير علي الحسون، بغداد. على قاعات المحطة العالمية للسكك الحديد في بغداد، شاركت دائرة التوعية والإعلام البيئي في مهرجان لقاء الأشقاء 19 للهوايات السنوي والذي تقيمه وزارة الثقافة، فتعالوا معنا لمعرفة التفاصيل من خلال التقرير الآتي. ظاهرة ثقافية فنية تراثية تحمل روحية الموهوبين والمبدعين، هذا هو مهرجان لقاء الأشقاء 19 للهوايات والحرف المتنوعة الذي نظمته وزارة الثقافة وشاركت فيه وزارة البيئة وعدد من المؤسسات والوزارات على قاعة المحطة العالمية لسكك الحديد في بغداد. شاركت وزارتنا وزارة البيئة متمثلة بدائرة التوعية والإعلام البيئي في مهرجان لقاء الأشقاء 19، وهذه المشاركة كل سنة احنا نشترك وياهم لما لها أهمية في نشر مفاهيم الوعي البيئي والصحي. كانت مشاركتنا بث إرشادات توعوية عبر الإذاعة المتنقلة وعبر المذياع في داخل القاعة، بالإضافة إلى توزيع فولدرات توعوية وإقامة فعاليات بيئية صحية مع عدد من المدارس ومنظمات المجتمع المدني في داخل القاعة وفي مدخل القاعة، يعني في الميدان الخارجي لهذه المحطة. العديد من الفعاليات البيئية شاركت بها دائرة التوعية والإعلام البيئي من توزيع مطبوعات توعوية وعرض الأنشطة الوزارية، فضلا عن بث الإرشادات البيئية عن طريق الإذاعات المتنقلة التابعة للدائرة. بالنسبة احنا قدمنا فعاليتنا لأصدقاء البيئة وطالبات إعدادية 8 من العذراء التابعة للرصافة الثالثة، وبالفرقة الإنشاد من أغنيتهم عن البيئة، وعدهم أغاني وفعالياتهم إن شاء الله على المستقبل يقدمون بعض الفعاليات الإنشاد على المسرح على ضوء البيئة العراقية النظيفة. في كل عام تحاول المؤسسات أن تبرز ما لديها من عطاء ثر، هذا العطاء نتباهى به أمام الملأ، نقول للعالم أجمع أننا ما زلنا موجودين، ما زلنا نحافظ على تراثنا وأرثنا وفلكلورنا وكل ما يكتنزه هذا البلد من مواهب خلاقة تجعلنا نتسابق مع ركب الزمن، وبنفس الوقت نقول للعالم أجمع أننا أصحاب إرث حضاري مهم. ويعد مهرجان الأشقاء العربي للفنون تقليدا سنويا يشارك به العديد من المبدعين والحرفيين والفنانين من محافظات العراق كافة لتعريف العالم بمواهبهم ونتاجاتهم وعرض مقتنياتهم، وهي فرصة كبيرة لما يحظى به المهرجان من اهتمام إعلامي لينقل للعالم هذه الظاهرة الثقافية في بغداد. السلام. الآن أحبتي المشاهدين، ننتقل سوياً لمتابعة الحقيبة الإخبارية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات، فإلى هناك. انطلاقاً من المهام الموكلة إلى مركز الوقاية من الإشعاع وأذرعه التنفيذية في مديريات بيئة المحافظات في الرقابة على المؤسسات التي تمتلك وتتعامل بمصادر الإشعاع المؤين، أجرت الفرق الفنية التابعة لشعبة الإشعاع في مديرية بيئة نينوى زيارة تفتيشية لمستشفى الشيخان العام لغرض إجراء التقييم والكشف الموقعي على أجهزة الأشعة الموجودة في المستشفى وتقييم العمل الإشعاعي حفاظاً على سلامة العاملين والمراجعين من خطر الإشعاع.
أجرت فرق مديرية بيئة ميسان كشوفات موقعية على أبراج شركات الهاتف النقال لقياس شدة الإشعاع الصادر من هذه الأبراج والتأكد من مطابقتها للمحددات والضوابط البيئية. وشملت شركات أسياسل وزين العراق وكورك وتليكوم في ناحية المشرحة ضمن الخطة المركزية في متابعة ومراقبة الإشعاعات الصادرة من هذه الأبراج لضمان مطابقتها للمحددات المعمول بها. وجهت الفرق الرقابية في بيئة ذي قار 8 إنذارات لعدد من الأنشطة والمشاريع الخدمية بعد إجراء الكشوفات الميدانية عليها ورصد المخالفات بحقها ومخالفتها لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009. أجرى فريق رقابي من مديرية بيئة المثنى زيارة إلى محطة كهرباء السماوة المركبة ومعمل الفاول للإسفرت المؤكسد والشركة الوطنية للإسفرت المؤكسد لمتابعة الشروط والمتطلبات البيئية وكيفية تنفيذها. وتم خلال الجولات توجيه أصحاب المحطة والمعامل على المحافظة على البيئة والالتزام بالشروط والمتطلبات البيئية. أنذرت مديرية بيئة الأنبار أنشطة صناعية مخالفة للتعليمات والضوابط البيئية في قضاء الحبانية، وتم تسليم كتاب الإنذار لأصحاب عدد من معامل غسل الرمل وتبليغهم بضرورة رفع التجاوزات المذكورة في كتاب الإنذار خلال المدة القانونية، وبخلافه سوف تكون هنالك إجراءات قانونية أخرى. منحت مديرية بيئة بابل موافقات بيئية لعدد من الأنشطة الصناعية في المحافظة بعد إجراء الكشف الميداني لها من قبل الفرق التابعة للمديرية وملاحظة تطبيقها للتعليمات والتزامها بالشروط البيئية. وتم منح الموافقات لإنشاء مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات وإنشاء معمل خلط وتعبئة المنظفات وأنشطة صناعية أخرى. منحت مديرية واسط موافقات بيئية لعدد من الأنشطة الخدمية والصناعية والزراعية في المحافظة بعد التأكد من مطابقتها المحددات والضوابط البيئية، وشملت معمل غاز وحقول دواجن وأنشطة غذائية أخرى بالإضافة إلى 3 مدارس. من جانب آخر، رصدت الفرق الرقابية في مديرية بيئة وسط مخالفة بيئية لموقع تجميع النفايات التابع لبلدية الكوت، وأكدت المديرية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الموقع لحين إزالة المخالفة. استجابة لشكوى وطلبات المواطنين، قامت مديرية بيئة كركوك بإجراء كشف بيئي لقياس تلوث الهواء بسبب معمل اسمنت كركوك، وتم فرض غرامات مالية لعدم التزام المعمل بالمحددات والشروط البيئية، ومن ثم إقامة دعوى جزائية بحقه لاستمرار المخالفة دون معالجة. وبهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بمهام جديدة وفعاليات جديدة لوزارة البيئة. إلى اللقاء.